حسبتيها؟ مش عارف، حسبت كل حاجة، طلع ان احنا هيفضل لنا 21 جنيه. هيفضل لنا 21 جنيه؟ ليه؟ الشهر ده لا جالنا لا حوافز ولا علاوة ولا اي حاجة، ازاي يعني؟ معرفش، خد الحسبة اهي، جرب انت. 91 جنيه قسط شقة، 20 جنيه كهربا، 8 جنيه مية، 4 جنيه مواصلات، في 25 جنيه يبقوا 100 جنيه صح، 2 سندوتشات فول وطعمية في 30 يوم يبقوا 60 جنيه صح برضو، 50 جنيه جمعية عشان التليفون، وخمسين جنيه قسط التليفون، حلو، يبقى كده كام؟ 379 جنيه. واحنا ماهيتنا على بعض 400 جنيه، يبقى هيتبقى 21. يا سلام، وناسي بقى حضرتك بقى مصاريف الغاز والغدا والعشاء والبقاله والاسبرين لو الواحد جاله صداع، والشاي والقهوه. يو محمود بقى، وانت كل شهر بتدبسني في حكايه المصاريف والحسبه دي، وانت عارف ان انا ما بعرفش احسب، وكل شهر يجي لي اكتئاب لما تطلع غلط. وناسيه كمان مصاريف علاج الاكتئاب اللي بتجي لك، والعمل. العمل عمل ربنا، ادي الله وادي حكمته. وحتى شغلتنا دي مفيش اي امل ان يجي لنا مثلا علاوه ولا يجي لنا دروس خصوصيه، انا مدرس تربيه رياضيه وانت مدرسه موسيقى، يعني مفيش دروس خصوصيه من اساسه. انا اللي حرق دمي حرقت قلبنا في الدراسه والكليات والمعاهد اللي دخلناها. طب عارف انت ام شلبي الست اللي بتيجي تنظف عند الجيران بتاخد في اليوم 25 جنيه ده غير اكلها وشربها ومواصلاتها، يعني بتقفل الشهر اكتر من ماهيتي وماهيتك مرتين. ولا السباك اللي جبناه الاسبوع اللي فات عشان يغير لنا قلب الحنفيه 30 جنيه لهفهم ابن اللذينه في 5 دقايق، وجايب العربيه بتاعته احدث موديل والموبايل معاه وما يجيش الا بالحجز زي الدكاتره، نعمل ايه بس؟ نسرق؟ ما ينفعش، مش هنعرف، خيبانين. وبعدين هنسرق ايه؟ ما هو مفيش حاجه تتسرق. بس يبقى ننصب. ننصب ايه يا حبيب قلبي؟ النصب ده محتاج مواهب، احنا مواهبنا على قدنا، مزيكا وتربيه رياضيه. في حد يا راجل يدخل كلية تربية رياضية في بلد ما فيهاش رياضة إلا الكورة؟ وبعدين لو أنت كنت زمان بقى اتدربت كورة في الحواري كان زمانك دلوقتي بتلعب في الدوري والكاس وبتكسب بالملايين. طب بس بس بس، ما أنت داخلة يا هانم بقى معهد موسيقى قسم بيانو، بيانو إيه بس؟ البيانو مش مطلوب، أنت لو كنت دخلتي بقى قسم طبلة ولا رق ولا ترابوكا كان زمانك دلوقتي شغالة ورا الرقاصة 5 نجوم في شارع الهرم والنقطة بتنزل عليك ترف. على ايه؟ بتخيل شكلك اصلي وانت ايه لابسه بقى الفستان ابو ترتر ده وقاعده بتحيي الافراح بقى في شارع الهرم وانا ماشي وراك زي البودي جارد. احنا شكلنا هيبقى مسخره. بمناسبه الافراح صحيح، هتعملي ايه بقى يوم الخميس الجاي؟ هعمل ايه في ايه؟ مش هتروحي فرح بنت مديره المدرسه بتاعتك؟ فرح ايه بس اللي هروح؟ ده انا اللي عندي فستان ينفع المناسبه دي ولا معانا فلوس نجيب هديه. بص انا احسن حل ان انا يوم الخميس الصبح ابلغ مراتي واطنش خالص على موضوع الفرح ده. معقوله يا ساميه يوم الاربع تروحي المدرسه ويوم الخميس تبلغي مرضي ويوم السبت ترجعي تاني تروحي المدرسه؟ هتفهم طبعا ان انت مزوغه من الهديه. طب يعني نعمل ايه؟ مفيش بقى غير ان انت ترمي بلاكي على اختك تاخدي فستان من عندها، واحنا برضو نشتري هديه بقد 20-30 جنيه، وبالمره نروح نتعشى. وانا هعمل كل ده عشان نروح نتعشى؟ يا ست انا بهزر بس، مجامله المديره بتاعتك دي حاجه مهمه قوي، يمكن مثلا تزنق اسمك في اعاره، في كشف مكافئات، اي حاجه، اهو نقدم السبت يمكن نلقى الحد والاثنين او الثلاث.